أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة جرو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ رمضان كريم وكل عام أنتم بألف خير، وأتمنى لكم من قلبي صوما مقبولا وإفطارا شهيا. في فيديو اليوم راح أقوم برسم شخصية شاب من أنمي بي باتل. طبعا هذا الأنمي هو بناء على الطلب، أنا ما بعرفه بس يمكن من اسمه العربي، اسمه بالعربي يعني إنه ببلش في سبيستون، فعشان هيك اسمه شاب. طبعا راح أبدأ في الصورة. بداية بكون برسم خط أولي، أنا خط الأولي دائما عندي زي الزائد، بيجي دائما دائما في كل رسمة. بكون برسم العين اليمنى كالعادة. طبعا هالمرة بدي أزغر الوجه عشان أبين شوي من تفاصيل الجسم، من تفاصيل الملابس أيضا اللي لابسها، لأنه شخصيته كثير حلوة وبارزة وله معجبين كمان. طبعا مبين من الشخصية، الشخصية اللي أنا برسم فيها بشوشة، تضحك نوعا ما، مبين من الشخصية إنه بشوش وضحوك. أنا ما بعرف إذا هو بطل الأنمي ولا لأ، أنا ما بتابع هذا الأنمي بتابعوش، لكن بحب أشكال الشخصيات فيه، أشكال الشخصيات جدا رائعة. ويمكن رسمت شخصية برضو من شخصيات هذا الأنمي، يمكن فريد، يمكن فريد أو مش عارف شو اسمه، والله نسيت والله. يعني أنا يعني مش أنا بتابعش هالأنمي، يعني رسمت أنميات من هذا النوع اللي لا تعد ولا تحصى، كثير رسمت شخصيات، يعني مثلا هذه الشخصيات بتبلش في سبيستون زي أبطال الكرة، بي باتل، وغيرها الكثير. أبطال الكرة كثير رسمت منه كثير. تمام بكون طبعا انا شو صار لي ساعه بعملها، انا بكون بتكبير احيانا، هو لانه مبحلك كثير هيك مفتح عينه، خملت الخط الاسود فوق العين، خملته مشان اثناء التخطيط اكون بتلوينه، وانا بحاول ابحلك العين على قد ما اقدر. قلت خلص هيك بكفي، يعني هسه بكون برسم دائره العين. طبعا دائره العين بتكون بيضاويه الشكل ولماعه، اثناء التلوين طبعا بتبين. رسمهم بشكل دقيق، لازم ننظر نظرة كلية إنهن يكونن متطابقات زي بعض، يعني شبهن بعض. بكون برسم البؤبؤ، طبعا البؤبؤ في عينه بيكون أبيض، هو ما بعرف إذا هو أبيض ولا هو لماع في العين، يمكن هي هيك الشخصية، لأن شفت له أزيد من صورة، أغرب البؤبؤ بيكون مبين معنا إنه أبيض مش أسود. هسا بقوم هنا برسم الحاجبين، حواجبين نوعيتهن مثلثات نوعا ما. أنمي يعني كواي، يعني حلو وبسيط هيك. طبعا انا شو بعمل هنا، بمسح انا هنا ببعد، اهم شيء يعني المسافات، لازم نركز على المسافات فانز، مسافات بين الحاجبين، بين العينين، لانه المسافه العيون عن بعض، دقه مسافه العيون عن بعض هي اللي بتبرز الشخصيه. اذا رسمناها نكراب بتطلع الشخصيه مش هال بنبين، يعني عيوبها بتبين، فمشان هيك ما نغلط في رسم الانمي، خلينا نركز على المسافات. اهم شيء مسافه الانف عند الثم، مسافه الثم عن اللحيه. هلا بقوم هسه برسم الوجه، هذه منطقه الفك، ووجهه بيجي مربع الشكل، يعني رائع كواي. مستصعبتش على فكره في رسم وجهه، كثير وجهه جدا سهل وبسيط. هسه هانا فانز الله يعينكم على هذه المنطقه، انا مره رسمت وجه جون فريكس واستصعبت جبهته رسم هذا اللي هسه بقولكم وين. طبعا بعد ما اكون برسم الاذنين، اذنين صغار حلوات ملائمات للوجه، برفع هنا زي ما انتم شايفينها، شايفين هذول الخطوط الحاده اللي بعملهن من عند الجبهه، هذول بدكم تركزوا فيهم، هذول لحالهم بدهن تركيز.
أنا برسم وبعد فيهن قاعد حبة حبة عهوة ما أنا شايف بالرسمة. أنا يمكن بتخربط شوية لكن بدي أحاول اللي أجيب الصورة 100%، مع أنه المفروض أني أرسم الأذن الكاتي. شايفين كيف؟ شايفين؟ شايفين؟ مش بس أنتوا بتتخربط وأنا خربط خربط. أنا محترفة بالرسم وبرسم يعني زي ما أنا شايف بالصورة، بس برضو مش أني ملاك، لا بتخربط. وقدرت أمسح وقدرت يعني أكيد أشيل هذه اللقطة، بس لا مش راح أشيلها، راح أخليها عشان تعرفوا أني أنا زيكم يعني عادي، بتعلم من الفشل، كلنا بنتعلم من الفشل، ما فينا ننجح بلا ما نفشل، هذا يعني ملحوظة جدا مهمة. طبعا هنا قمت بعمل الخطوط عند الجبهة وهذا هو خلص، مش لهالتعقيد يعني. طبعا هنا قمت برسم هيك شوية بينت من خطوط الركبة. هسه بقوم هنا بعمل خط أولي مش للشعر كله بس لعند مستوى الرأس، لأنه الشعر أعلى بكثير من مستوى الخط الأول اللي أنا رسمته. أعتذر عن الكاميرا لأنها بتظلها تغمز، كاميرتي نوعها D80، مش عارف شو سبب تغميزها من أول ما اشتريتها من المحل وهي بتظلها تغمز. لا حدا يقول لي عتكت ولا حدا يقول لي الكاميرا حكها أزيد من 6000 شكل، فبستغنيش عنها لا نو واي. تمام، أثناء حديثي قمت هيك برسم الهنفوش أو الشعر، شعره غريب بيجي هيك مقوص، كان مقوص مبوز بشكل حاد قصدي. هسا أنا بقوم بربط الخصل مع بعضها البعض زي ما انتو شايفين، أنا زي بعد فيهن قاعد بعد في الخصل، هنا واحدة وهنا واحدة، 1 2 3 4 بعد فيهن أنا بالضبط. هسا هنا في دوائر على راسه، هذول الدوائر مش عارف شو هن بالضبط، هل هو لابس شيء مشان يرفع شعره فيهن، أو حطيت واحدة في النص وعديت 4 دوائر من هناك و4 دوائر من هنا ومسحتهن، هيك شايلة مسحتهن. استنوا فانز شوي تعرفوا ليش مسحتهن؟ عشان أعلم على الخط الأولي اللي على مستوى الرأس. هسا بقوم برسم الدائرة، طبعا هذه الدائرة اللي في النص لا مشكوك في أمرها، هذه الدائرة هسا بصغرها شوي، بعمل 4 من هذاك الاتجاه وبعمل 4 من هذا الاتجاه. تمام هيك تمام التمام. يلا شو ضايل هسا؟ شو ضايل أدقق عيش؟ هسا أنا بقوم برسم الكبة. أنا برسم نفس الصورة اللي أنا بنكل عن نفس الصورة الموجودة معي بالموبايل بالتلفون، هذه الصورة يعني أخذتها من جوجل. هنا الكبة زي ما انتم شايفين، هو لابس بلوزة بيضة فوقها سترة أورانج، مرسوم بشكل حلو. مهم جدا أن نركز على الخطوط ونركز على بعد المسافات، مهم جدا جدا. يعني إذا بتلاحظوا زي كبة فوق كبة، هي مش كبتين يعني، هي نفس الكبة بس مصفطة تصفيط، ملبوسة بشكل مصفط يعني على بعضه. بقوم برسم الخط الثاني، بقربه على مستوى الخط بهذا الشكل. هسه هنا كمان شوي بقوم برسم الايد، بقوم برسم الكتف. يعني من كثر الخطوط اللي انا شايفها في الصورة زي هيك بقول يا الله من وين راح ابلش. هسا ركزوا لي هنا على الايد، شوفوا الايد كيف برسمها، بعمل خط اولي بهذا الشكل زي ما انتم شايفين، هذا هو حجم الايد، هذا الخط الاولي اللي هو حجم الايد او حجم اليد. صافي صافي الكاميرا، والله صافي والله صافي. هانا زي نكزت فكرت انها الكاميرا مشوشه، بقول بعد كل هالتعب الكاميرا مشوشه، اكلت هوا مع المشاهدين، قلت لو والله لو مشوشة راح انشرها بعد كل هالتعب مع كل. تمام هسا هان قمت برسم المصبعنية اثناء ثرثرتي يعني قبل شوي. هسا هانا يعني قمت بتقطيع الاصابع، هسا هانا برسم الاصابع ببينهن عن المصبعنية.
مع الوقت بزغر الأصابع شوي يعني هيك إشي خفيف. هسه هنا الإصبع وهو لافف هذا الشكل. بكون برسم هنا زي خط مربع على الإيد المصبعنية. تصميمه تصميم الشخصية على فكرة رهيب يعني حلو، استمتعت في كل لحظة أثناء رسمي للشخصية. بكون برسم هيك بعض الدوائر عهوى تصميمها يعني زي لابس إسوارة زركة مع سام. بكون برسم هي بتبينش عنا ذراعه، بتبينش بتطلع من الصورة، لكن بكون برسمها بهذا الشكل عهوى ما أنا شايفها بالصورة. آسفة كمان مرة على الكاميرا ليش بتظل تغمز معاي، متأسفة يعني أنا مستحية من هذا الإشي يعني وفاهم، بس هذا يعني أكثر شيء بقدر أقدمه. بقدرش أصور في كاميرا التلفون لأنه التلفون ما بتحمل قد الكاميرا العادية. هذه مهمة كاميرا، مهمة الكاميرا فقط. سام بكون برسم خطوط بهذا الشكل، ركزوا معي بالخطوط. طبعا ايدو هذه الثانية بتطلع برا الكراس، في منها شوي بتطلع برا الكراس، بس انتوا شوفوا التفاصيل يعني شوفوا كيفية الرسم. خط خط من دون لا خط اولي ولا شيء، هلا بس اصبع الابهام ببين معي. باقي الاصابع بيطلع من برا الكراس ببينش مع الاسف الشديد، لو الكراسة شوي اعرض كان بيناها. هسه هم بكون برسم الخطوط، خطوط القميص، خطوط تصميم في القميص. شايفين لما ارسم بالضبط على المسافات الصورة بتطلع معي دقيقة دقيقة بالضبط، يعني شوفوا قديش هذا بتبعد عن هذا، هذه المسافة بتبعد عن هذا. اذا بترسموا بالمسافات بالدقة بيطلع معاكم الشيء اللي الرسم دقيقة بشكل لا يصدق، يعني انا كأني طابعها طبع الصورة ما في ولا اي اختلاف. هسا انا بكون برسم زي هذول اللي حبلين هيك ممدودات من السطرة اللي لابسها، ما احلى بجنن طلع جد حلو. بتمنى يعني انه ترسموه، بتمنى يعني تحية للي بده يزبطه، تحية للي بده يزبطه. فانز احكيكم شغلة يعني مهمة جدا، يعني في البعض برسل رسومات وانا بعرف انه بترسلولي، بس بدي احكي لكم ملاحظة جدا مهمة. التحجيم بالصورة جدا مهم. شو يعني التحجيم؟ يعني مثلا انا رسمتها بالحجم المناسب للكراس اللي انا برسم فيه، الكراس اللي انا برسم فيه حجمه A3 كبير، يعني كبير مش صغير، مش يعني حجم ورق الطابعة كبيرة مش صغيرة. فمشان هيك احيانا انتم لما بدكم ترسموا الشخصيه بالخطوات بترسموها يعني بتطلع منكم حلوه، لكن بتزغروها كثير مقارنه في الصوره اللي انا رسمتها بتزغروها. يعني انتم معكم كراس رسم كبير بتزغروا الصوره، لا كبروها، كبروا الراس، كبروا يعني ارسموا الصوره تكون ملائمه للجسم. اثناء الحديث بلشت هنا بتخطيط الصوره. طبعا التخطيط شوي شوي ما نسرع ابدا، تستهينوش في الفيديو، سرعته مشان الوقت وما يكون ممل، لكن يحتاج الى حذر. يعني مش اني بحضرش، لا بحضر انا، لانه بعد كل هالتعب وكل هالرسم اجي خطط والتخطيط يخرب لي الدنيا، انا ساعتها بمزع الورقه وبكعبلها وبرجعش ارسم مره ثانيه. لا لا بمزح بمزح بمزح، انا برجع الرسم في دمي يسري مستحيل. تمام. هسه هنا قمت بتخطيط الشعر بهذا الشكل، شوفوا شو النتيجة النهائية، شوفوا النتيجة النهائية، يا سلام مروعة الشعور. بس بتعرفوا شو الاشي اللي المعقد في الصورة اللي نرسمته هذه؟ كثرة الخطوط، شو فيها خطوط، يتحدي للي بده يرسمها. انا بتحداكم بتحداكم ترسموها وتزبطوها. أنا رسمتها قدامكم، بتمنى تتبعوها بالخطوات، بتمنى تشوفوا بالضبط التفاصيل. ملاني خطوط، ملاني، شوفوا الخطوط، يعني خطوط بشكل لا يصدق، يعني كل خط يعني أي غلطة مصيبة. طبعا هسا انتقلنا هنا لفقرة التلوين، رح نقوم هسا بتلوين الشخصية. طبعا التلوين بشرة لونها حنطية، الحنطي وهو يعني بمعنى لون اللي البرونز يعني سمراء، السمراء بعض الشيء.
طبعا بستخدم كمان اللون البني المحروق لعمل الظلال، مهم جدا. وطبعا هنا انا قاعد ببرف الكلام وبجهز فيهن يعني مشان اتهيأ للتلوين. التلوين جدا سهل يعني مش صعب، لكن نركز على التفاصيل يعني كثرة هالخطوط، تخيلوا يعني شو الالوان اللي راح احطها. طبعا بداية بستخدم اللون السكني لعمل ظلال بياض العين، وبعدين بلون العين باللون العسلي وبحط عليها اللون البني الشوكولا. بسرع الفيديو، مش قادر احكي، بس زي ما انتم شايفين هيك بيطلع معانا التلوين. لونه على كيفكم، استخدموا الالوان اللي بدكم اياها، مش شرط ولا انتم مقيدين تستخدموا زي الالوان اللي انا بستخدمها. انا بستخدمها فقط هيك للقناة، للمحطة، لجمالية الصورة، وبلون يعني على كيفي زي ما بدي. وانتو كمان لونوا على كيفكم، بس ضبطوا الصورة ما تطلعوا برا الخطوط. طبعا هنا قمت برسم الشيء الاحمر اللي على الوجه. هسه هنا بستخدم البرو ماركر وبقوم بتلوين كافة الشعر. والله طولت معي شخصية، طولت معي في التلوين اكثر من الرسم، مع اني مسرع الفيديو بس تستهينوش في التسريع. طولت معي الشخصية اكثر من الرسم. ليش؟ لان البرو ماركر بده وقت، بده حذر كمان، يعني اقلام في الماستر اي غلطة فيها مصيبة. استخدمت هنا اللون السكن المائل للسواد، وقمت بعمل الظلال في الصورة من الظلال في الشعر عفوا. هسا انا بستخدم الاصفر على الشعر، واستخدمت الباستيل كمان مشان اغطي هيك عيوب، لانه اللون خلص معي في اخر لحظة. هسا هان خططت الرسمة زي ما انتم شايفين، كله كل كل هسه كل جسمه، كل ال عفوا كل التلوين ملابسه راح يكون في البرو ماركر، مش برو ماركر عفوا سكتش ماركر، نصه سكتش ماركر وفي برو ماركر كمان. طبعا هنا شايفين كله بالبرو ماركر لونته، كله 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 كله، ما خليتش بس التظليل. هسه بتشوفوا بشو بظلل، اكيد في شو بظلل، بظلل في الباستيل، بظلل في الباستيل، بلون الشخصية على هوا ما أنا شايفها بالضبط. كمان مرة أنتم مش مقيدين تلونوا نفس ما أنا يعني استخداماتي للتلوين، لأ، لونوا في ألوان خشبية، لونوا في أي ألوان متوفرة عندكم عادي، بس أنا بستخدم هاي الألوان مشان للقناة. استخدمت اللون البني المحروق مشان عمل الظلال في الصورة. شوفوا سحر الألوان الباستيل فوق الماركر. وهنا ببلش بتخطيط الصورة زي ما أنتم شايفين، كمان بقلم توش ماركر بخططه، مش توش عفوا، نحن كله توش بس هو في الماستر يعني اسمه، بخططها. وهذه هي النتيجة النهائية للرسمة، يعني عن جد طلعت معاي رهيبة بشكل لا يصدق. ونيالك يا شاب، وهي شاب رسمنا لكم اياه، بتمنى انكم تتبعوا بالخطوات. رسم شاب جدا سهل، لكن بدنا نركز على التفاصيل، التفاصيل جدا مهمة فانز، جدا مهمة. ورسموه بالرصاص ورسموه بالتخطيط. التلوين هذه فقرة التلوين عندي، هذه فقرة ملهاش علاقة بالخطوة بخطوة، هذه فقرة التلوين يعني من عندي من من من, من راسي. وهيك وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى انه ينال اعجابكم. ما تنسوا الاعجاب والاشتراك في قناة دروات، تعليقاتكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا ايضا الضغط على زر الجرس لتأتيكم اشعارات القناة. وهم شيء توقيعكم الفني، توقيعكم الفني مهم جدا. أنا اسمي هيا طبعا، ولا نكثف القناة إلى 100,000 مشترك، وعسى أن نلتقي في فيديوهات أخرى أصدقائي، وسلام.